الغاز وفيشكاره يديروا فيشكاره ويربطوا ويطلق عليه الغاز. هذه جرائم. واش تكره انا فاش كتقول لي كلمه حلوه ولا انا نسمح؟ ما عندي ولو نبغي نسمح ما عنديش الحق باش نسمع. هذا شعب. هل الجزائر تطالب مجددا بالاعتراف بهذه الجرائم؟ بيان سور. مع الاعتذار. الاعتذار دروك الاعتذار لا ريبونتونس كما قال هذا الاخر سيرو ليجو. درك تشوفوا هنا النقطة. هنا عملية هروب، عملية تضليل، ويقدمها ويبررها بشيء آخر. يقول له طالب الاعتراف، نعم، الاعتذار، لا الاعتذار حاجة أخرى. خلينا نسمعوها مليح، ركزوا معي. ديني. لما حاولوا يدوها باش يمسخوا الدين تاع الجزائريين ويرجعوها كاتدرال، اعتصموا فيها 4000 مصلي، 4000 ماتوا، استشهدوا، سركلوها بالمدافع وضربوا. هكا كان التصرف تاع الجيش الاستعماري. فزي بات كادو. روحوا سول الاغواط واش داروا للعرش تاع بن شهره والعرش تاعهم تما. بلي غاز وفيشكاره، يديروا فيشكاره ويربطوا ويطلق عليه الغاز. هذه جرائم. واش تكره انا فاش كتقول لي كلمه حلوه ولا انا نسمح؟ ما عندي ولو نبغي نسمح ما عنديش الحق باش نسمع. هذا شعب. هل الجزائر تطالب مجددا بالاعتراف بهذه الجرائم؟ بيان سور. مع الاعتذار. الاعتذار دروك الاعتذار لا ريبونتونس كما قال هذا الاخر سي ريليجيو. ديني. انا جامي دوموندي لا ريبونتونس، انا دوموندي لا ريكونيسونس. يا ريمي دو لا ريكونيسونس. بريزيدون ماكرون ا ريكوني. اروح انت وافهم. اون ا جامي دوموندي اون ا دوموندي لا ريكونيسونس اون دوموند لا ريكونيسونس. ومن بعد يقول لك ومن بعد جا ماكرون الى ركوني كاين ريكونيسونس. بصح بيناتهم لما يقول له الاعتذار، الاعتذار هذه حاجه ديني سي لا ريبونتونس. لا، الاعتذار مش لا ريبونتونس. لا ريبونتونس هو التوبه، الاعتذار هما لي زيكسكيز. دوموندي ديكسكيز، سيكسكيزي، تعتذر، طلب العفو، لباردون، لا ريبونتونس توبة. وحتى لما رحت بحثت عليها باللغة الفرنسوية وشفت الفروقات فيها، في الحقيقة لا ريبونتونس صحيح عندها بعد ديني، لكن مش دائما عندها بعد ديني. هي الهدف نتاعها أنه الإنسان يعتذر عما قام به، وخاصة يلتزم أن لا يقوم به مرة أخرى. إذن هي أكثر، لا ريبونتونس هي أكثر بكثير من الاعتذار فقط، لكن هي مش الاعتذار. إذن تخلط هنا بين عدة مفاهيم، ولا ريبونتونس ماهيش دائما كما هي ديني. وحتى لو كانت قضية ديني، يعني الكلمة جاية من التوبة، طلب من فرنسا أن تتوب عما قامت به من جرائم في الجزائر، وأن تتعهد بأن لا تقوم بذلك مثلا على سبيل المثال. لكن هي هذا النظام الجزائري دائما غلفها بشكل أنها كرامة وطنية، وإحنا ما نحتاجوش الاعتذار وما نحتاجوش التعويض. لماذا ما نحتاجوش الاعتذار هنا؟ لا نحتاجوه. نحن بحاجة للاعتذار باش هما يعني نثبتوا عليهم الخطأ رسميا، اعتراف رسمي بالكارثة، بالخطأ، بالجرائم، ويقدم اعتذارات. ومش فقط يقدم اعتذارات، ويتوب عن ما قام به، ويتعهد بأن لا يقوم بذلك، ويقوم بالتعويضات. راح نشوفوها هنا لما في اللقطة راكم سمعتوها، يقول له أنا مش من حقي نتنازل، هذه قضية الشعب الجزائري. لكن لما يوصل يقول له التعويض يتنازل. خلينا نعود نسمعوها مع بعض ونسمعوا التكملة. أنا سمعت ولو نبغي نسمح ما عنديش الحق باش نسمع. هذا شعب. هل الجزائر تطالب مجددا بالاعتراف بهذه الجرائم؟ بيان سور. مع الاعتذار. الاعتذار دروك الاعتذار لا ريبونتونس كما قال هذا الاخر سي ريليجيو. ديني.
شكون هذا الاخر بالمناسبه؟ يعني هذا كذا رئيس دوله يتكلم بهذه الطريقه، شكون هم كما قالها الاخر؟ هذا كلام نتاع ناس في الشارع يعني، ومرات حتى يقصد به بيجوراتيف. كي تقول واحد كما قالها الاخر تقصد بها انك فيها نوع من ال... هكذا الضرب شويه هكذا لتحت. جامي دوموندي لا ريبونطونس، انا دوموندي لا ريكونيسونس. يا اي دو لا ريكونيسونس، بريزيدون ماكرون ا ريكوني. انا سمعته يقول بلي الشيء اللي صرا في الجزائر سي بير كلا شوا. اي لا في ريزون. مي لالجيري سي 6 مليون 5 مليون 630 ميل بلوس. سيد الرئيس واش خلى الرئيس ماكرون يتراجع قوانو في 2017؟ قال الاستعمار جريمة ضد الإنسانية، كريم كونتر لوميتي، وفي 2021 يغير الخطة. شنو سبحان مبدل الأحوال، واش بغيت نقول لك أنا يا سي سعدير؟ التاريخ ما يمشيش بالأهواء، والتاريخ ما يمشيش بالظروف، التاريخ هو التاريخ، التاريخ يخلوه للمؤرخين. إحنا عندنا واش نقولوا ثاني في الدولة تاعهم؟ أنا أقول لك اللي يمس الجزائر ما يمشيش بعيد. هذا شو نقول لك؟ سيد الرئيس كان لأن الكرامة تاعنا ما تتباع لا بالملايير الدولارات ولا ملايير الأورو ولا ملايير كذا. هذا المفيد. هذا المفيد. غالقين على موضوع طلب التعويضات. نعرفوا أن الفرنسيين عوضوا الكيان الإسرائيلي بملايير الدولارات أو اليوروات. طبعا عندك الوقت كانت بالفرنك. ألمانيا يبدو أنها مانيش عارف إلا راهي مازالت تدفع في التعويض لليهود ولإسرائيل بشكل خاص. وفي كثير من البلدان اللي كانت تحتل بلدان أخرى قامت بتعويض مالي. هنا يقول لك قضية كرم، احنا ما نحتاجوش اليوروات. لا، الناس تحتاج، مش تحتاج المال لأنه مال، إنما الآن تحدث أكسيدون يموت واحد بالخطأ ولا يموت، يدفع مال لأهله. وهذه في كل الثقافات، فما بالك بحروب مدمرة قتلوا فيها الملايين ونهبوا الأراضي وجهلوا الشعب وتعبوه واستعبدوه وداروها مانيش عارف واش. بصح في الحقيقة هذا هو قضية. لما كانوا قبل 15 سنة ولا كانوا بعض الناس في البرلمان، ما يسمى بالبرلمان، قال لك نجرموا الاستعمار الفرنسي. خرجوا المسؤولين بما فيهم أوحياء، قال لك حابين يديروا لنا فونت كوميرس بهذا الاستعمار الفرنسي. علاش فونت كوميرس؟ إذا لحد الآن بعد 60 سنة من الاستقلال، الاستعمار الفرنسي، الاحتلال، الغزو، ما هوش مجرم، مو جريمة. يعني لو كان تكتب تعليق على تبون ما يعجبوش يقدروا يدوك بالاسم المساس برئيس الدولة أو بشنقريحة أو بإحباط معنوية الجيش أو، لكن الاستعمار كاستعمار ككل مكاش حاجة تجرمه ومكاش قانون يجرمه لحد الآن، لأن في العمق الحركة نتاع فرنسا راهم في السلطة. ماهوش هذوك الحركة اللي تشوفوهم يحكوا عليهم في فرنسا، هذوك مساكين، هذوك آخر صنف في الحركة. الحركة الحقيقيين هما اللي بقاو وخاصة استولوا على السلطة فيما بعد، هذو الحركة الحقيقيين. ولذلك يخبوا على فرنسا، تلقى خطاب كمثل هذا فيه نوع من العنجهية ورفع الصوت ومانيش عارف وفرنسا. بصح لما تجي المفيد، والمفيد مثلا نعطيه شيء بسيط، تعويضات، واش تغطي التعويضات؟ على سبيل المثال تنظيف الجزائر من الأسلحة الجرثومية والنووية مخلفاتها، ما زالت تمس ملايين في الجنوب وفي غير الجنوب. تعويضات مثلا كاين عشرات الآلاف إلا مش مئات الآلاف اللي مشوهين في وجوههم، أصيبوا بأمراض سرطانات متعددة نتيجة التجارب النووية والجرثومية والبيولوجية خاصة في الجنوب. معالجة هؤلاء مهم، لأن هذو راهم يعانوا. لا الدولة الجزائرية قادرة تعالجهم، ولا لا الإمكانيات ولا الرغبة.
ثم تغلق الباب. إذا كانت فرنسا قدمت تعويضات ومعتبرة وراه يتعوض فيهم الآن في الجنود اللي حضروا، الجنود الفرنسيين اللي حضروا التجارب، واحد أصابه السرطان وواحد طرش وواحد نقص له الشوف، واحد يأخذوا في تعويضات، وكان اللي لبس عليهم لكن يأخذوا في تعويضات. كيفاش مئات الآلاف في الجنوب لماذا ما يأخذوش تعويضات؟ كان مثلا تعويضات هذه تغطي قضية القنابل اللي راهي منتشرة، ما زالت ملايين القنابل اللي محفورة تحت الأرض، خاصة على الحدود الشرقية والحدود الغربية وفي أماكن أخرى أيضا، وأشياء أخرى. تعويضات ماهوش لأننا باش نطلبوا من عند فرنسا، لا لا، فرنسا قامت بجرائم كبرى، بأخطاء كبرى، بكوارث كبرى، يجب أن تدفع مقابلها مال، إضافة إلى الاعتذار، إضافة إلى التعهد بعدم المساس، إضافة إضافة، وكاين 70 شيء نقدر الآن نبدأ نتكلم عليه ليجب لفرنسا أن تقوم به، وإلا العلاقات تكون ما تكونش كاين علاقات، تكون في حدود هالدنيا، ما نكونوش فاتحين الخزائن، ما نكونوش فاتحين الأجواء، ما نكونوش فاتحين كل شيء للفرنسيس. وهناك 70 قضية هو في روحه يعترف بها، لكنها طريقة من أجل أن لا تقوم فرنسا، الخزينة الفرنسية ما تقومش. أي فرنسا الآن طالبكم أحياناً، وأحياناً طرحوا هذا عندهم في البرلمان، قال لك الجزائريين والدولة الجزائرية ما خلصتناش، جاءوا ناس عالجوا هنا وبعثوهم لنا لكن ما خلصوناش في المستشفيات نتاعنا، وطرحوا هذه القضية وجابها الإعلام وتكلم عليها البرلمان إلى آخره. كيفاش إحنا ملايين اللي أصيبوا، ملايين اللي قتلوا، ملايين اللي رغم يعانوا لحد الآن من التجارب هذه وأثارها، ما نطالبوش؟ ومن أعطاك الحق؟ أنت في لحظة هنا تقول، في واحد يقول لك أنا ما عنديش الحق باش نتنازل هذه قضية الشعب الجزائري، من أعطاك الحق لما توصل قضية التعويضات الحاجة الملموسة؟ من أعطاك الحق أن تتنازل؟ من جهة تقول أنا ما لازمش نتنازل لأنه مش من حقي، هذا حق الشعب، ومن جهة تقول أنا ما نحتاج تعويضات لأنكم في الحقيقة دفاع غير مباشر على الخزينة الفرنسية وعلى الدولة الفرنسية، هاي الحقيقة العميقة. يعني أنا خايف لها حتى اليوم ما نقدرش نكمل معاكم كل المقطع، لأن يعني شوفها أنا اقتربوا من ساعة وما زلنا مع هذا الشخص. الشهداء تاعنا يطالبوا فينا باش نرجع عليهم حقهم، ولما نقول شهداء 5,630,000 شاهد من اول ضربه تاع مدفع سيدي فرج في 1830 الى خروجهم في 1962، 5,630,000، منها ما يقارب 4,000,000 واش في المقاومة. احنا مليون ونص داخلين فيها الشهداء نتاعنا اللي ترموا في لاسان، داخلين فيها الشهداء الذين عدموا بالمفصلة مرة أخرى. حتى هذه تاع، لكن خلينا ما نحبسوش عندها، لكن فقط هاو يكرر في الرقم، وإحنا الشهداء طالبين باش يجيبوا لهم حقهم. ما هو هذا الحق؟ ما هو هذا الحق؟ هذا الحق هو قضايا معنوية تتعلق بالكرامة، تتعلق، وهنا ترجع إلى تعاملكم أنتم، ما تكونوش عبيد، وما تكونش كل دقيقة عيط لي ماكرون راني مليح، وماكرون ماكرون حبيبنا ومانيش عارف، وقال ماكرون وماكرون عنده مبادئ وماكرون عنده أخلاق كما قلتها عدة مرات على سبيل المثال. إذن كاين أشياء معنوية وكاين أشياء مادية، لكن الأهم للشهداء لو كان يخرجوا من قبورهم يطالبوها، يقولكم لماذا فتحتوا الأجواء للطائرات الفرنسية العسكرية باش تروح تقصف في مالي كما كانت نفس الطائرات تقصف في الجزائر؟ هاي الشهداء وش يطرحوا لكم؟ هاو السؤال العميق للشهداء لو كان جو ينطقوها، لماذا هذه الخيانة؟ واحدة من الخيانات في الحقيقة، مش خيانة برك، مش كل الخيانة، هذه واحدة من الخيانات.